الاستدامة مسؤولية الجميع، يعني هذا اللي تحاول فاطمة تقوله يا ماجد. حاب أعرف الأثر اللي ترك كوب في شخص كذلك مهتم بنفس القضايا، وأوريدي كان عنده خلفية كذلك عن نفس الأمور هذه أو النهج اللي قاعد يطرح هنا. شو الأثر اللي تركه فيك؟ الحمد لله خلال مشاركتنا هذه في كوب نحن ولله الحمد كشباب قدرنا أن نشارك في مختلف الفرص، فالفرص هذه المختلفة اللي شاركنا فيها هي زادت وعينا في مختلف الأمور البيئية اللي يمكن نحن كنا على علم فيها، لكن اليوم أدركنا أكثر أهميتها من خلال الجلسات اللي حضرناها مع مختلف الخبراء مع مختلف الجهات. فهاي كانت جلسات جدا مثرية تأكد على أهمية النقاط اللي نحن خلال المرحلة القادمة لابد نركز عليها. فاليوم نحن كشباب يمكن مرات نحتاج من يوجهنا، فحضورنا لهذه الجلسات واليوم المعارف اللي بنيناها مع مختلف الجهات والمسؤولين والأفراد من المجتمع أو أصحاب الخبرة بيساعدنا أكثر في المرحلة القادمة. اليوم كوب هو مجرد محطة من محطات الدولة في مجال البيئة، ونحن في رحلة بادية من سنين قبل قيام الاتحاد مع والد المغفور له بإذن الله الشيخ زايد. فاليوم هذه المحطة نحن بنكسب منها أمور بنستفيد منها في المراحل القادمة، ونحن نسمع نحن في بداية، يعني نحن خصوصا كشباب نحن ما زلنا في بداية رحلة طويلة في هذا المجال، والقيادتنا الرشيدة مدركة أن نحن بنكون الأشخاص اللي بيقودون هذه الرحلة. إن شاء الله أنتم قد الثقة، وإن شاء الله نحن نكون قد هذه الثقة.